بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 21 بعد 200. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. يرد الشيخ رحمه الله على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبيرة ويقولون الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فيقول: وأما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع، وهذا هو الأصل الذي تفرعت عليه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء. ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله، وهو الإيمان المطلق كما قاله أهل الحديث. قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء، فيخلد في النار. قالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان، إذ لو ذهب منه شيء لم يبقى منه شيء، فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر. ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، كقوله: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل، وجمهورهم يقولون يزيد وينقص، ومنهم من يقول يتفاضل كعبد الله بن المبارك، وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة، ولم يعرف مخالف من الصحابة. فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر عن جده عمير بن حبيب الخطمي، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه. وروى إسماعيل بن عياش عن جرير بن عثمان عن الحارث بن محمد عن أبي الدرداء قال: الإيمان يزيد وينقص. وقال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد، حدثنا جرير بن عثمان قال: سمعت أشياخنا أو بعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. وروى إسماعيل بن عياش عن صفوان ابن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان يزيد وينقص. وقال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال: كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا، فيذكرون الله عز وجل. قال أبو عبيد في الغريب في حديث علي: إن الإيمان يبدو كمظلة في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت. قال: إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة. يروى ذلك عن عثمان بن عبد الله عن عمرو بن هند الجملي عن علي قال الأصمعي: اللمضة مثل النكتة أو نحوها. ثم ذكر الشيخ آثارا كثيرة عن السلف في زيادة الإيمان ونقصانه، ثم ذكر الأدلة من السنة فقال: وفي حديث حذيفة الصحيح: حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وفي حديثه الآخر الصحيح: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء.
حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفاء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وفي حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب كفاية، فإنه أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، لأنه وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إيمانهم وتوكلهم على الله في أمورهم كلها. ثم قال الشيخ رحمه الله: والزيادة قد تطلق في القرآن في عدة أمور، فقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات، أي وقت تليت، وليس هو تصديقهم بها عند النزول. وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات، زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن، حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ. ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن، فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته، وهذه زيادة الإيمان. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو، ولم تكن عند آية نزلت، فازدادوا يقينا وتوكلا على الله وثباتا على الجهاد، توحيدا بأن لا يخافوا المخلوق بل يخافون الخالق وحده. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها، بل زادتهم إيمانا بحسب مقتضاها، فإن كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة، وإن كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه. ولهذا قال: وهم يستبشرون. والاستبشار غير مجرد التصديق. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.